الجنسي التعريف ديالو هو عدم التمكن من القيام بعملية جنسية بطريقة متواصلة. هذا المرض شائع. قبل كان هذا المرض سو دياغنوستيكي، ما كناش نهضروا عليه بزاف نظرا للطابوهات ونظرا لانه المريض ما تيتكلمش عليه. 10 سنوات الاخيره بيسكو العلاج ديالو بان دونك ولينا كنتكلموا عليه بزاف، دونك ولاو المرضى ديالنا كيجيو باش يدوزوا عليه. دونك كما قلت شائع علاش؟ لانه حسب الدراسات العالميه ان مالاد سوغ 3 مريض على 3 40 سنة عندهم العجز الجنسي، ومريض على جوج بعد 50 سنة عندهم العجز الجنسي. دونك كنفهموا بأنه مرض شائع. مسألة أخرى بأنه منين تكتشفوا العلاجات ما بقيناش كنتكلموا على العجز الجنسي في الليتيراتور في الجرائد العلمية، ولينا كنتكلموا على الخلل الجنسي. لأن كنفهموا منين تنقولوا عجز جنسي إنسان عاجز هو فاشل، دونك ما عندوش حل. دونك يا امبويسونس هي الفشل. دابا ولينا كنتكلموا على خلل جنسي. ملي تنقولوا خلل جنسي بالفرنسي هو ديسفونكسيون اريكتيل، دونك سا سوزونطون كتستنجمنا بانه كاين علاج. دونك هادشي علاش تبدلات التعريف، ولا كنتكلموا على خلل جنسي ماشي عجز جنسي. دونك كما قلنا مرض شائع. الاسباب ديالو هي الاسباب اللي كتادي الامراض ديال الأوعية والشرايين. هنا غنذكر بالفيزيولوجي كيفاش تتوقع عملية الانتصاب. عملية الانتصاب كتوقع من بعد واحد الرسالة كيصيفطها الدماغ القضيب بواحد واحد الميساجي اللي هو المونوكسيد دازوت. هذوك العريقات ديال القضيب كيتحلوا، دونك ملي كيتحلوا كيعمر القضيب بالدم، دونك ملي كيعمر بالدم كيوقع الانتفاخ ديالو دونك الانتصاب. دونك مع العمار مع مجموعة ديال الأسباب كيوليو هادوك العريقات ما كيتحلوش، دونك القضيب ما كيعمرش بالدم، دونك ما تيوقعش الانتفاخ وهو الانتصاب. دونك هنا كنفهموا الفيزيولوجي. دونك اي حاجه كتادي الى التصلب ديال هادوك العريقات ما باقيش يتحلو كتادي الى الخلل الجنسي الى العجز الجنسي. مثلا مرض السكري، ضغط الدم، ارتفاع منسوب الكوليسترول، التدخين، فهمتيني، عدم القيام بالرياضه بطبيعه بطريقه منتظمه. دونك المداومه والادمان على المخدرات، وسورتو حنا في البلاد ديالنا تنشوفوا مجموعه ديال الحالات اللي تنشوفوا الادمان على المخدرات والكحول كيؤدي الى هذا الخلل الجنسي. دونك كما قلت هذه الاسباب هادو مع العمر ولو ستريس، دونك تو سي فاكتور جميع هذه العوامل كيؤديو الى هذا المرض هذا. دونك هذا المرض حقيقه المشكل اللي فيه هو مشكل كانت تيسولونا في الكونسلطاسيون ديالنا واش عضوي ولا نفسي. دونك كنفهموا من دابا كاينه لا فيزيوباثولوجي بانه مرض عضوي، ما بقاش هذاك كنا نقول قبل مرض نفسي، هو مرض عضوي كسائر الامراض دونك عنده علاج. دابا غادي نتكلم على لو سمحتي لي على العلاجات. العلاج الاول غادي نفهموا كلنا كيمر عبر الارتقاء بنمط الحياه. دونك نبتعدوا على التدخين، المخدرات، الكحول، القيام بالرياضه بطريقه منتظمه، نوازنوا السكري ديالنا، انت الا كان السكري فيه مشكل نوازنوه، الكوليسترول ما يكونش طالع في ضغط الدم في الدم، ونعالجوا الا كان مرض ضغط الدم. دونك معالجه هذه الامراض كيؤدي الى تحسن ديال القدره الجنسيه ديال الرجل. داكوغ، هذه مسألة. من بعد اللي بدا في نهاية التسعينات بداية سنة 2000 في العالم تكتشف العلاج الدوائي ديال العجز الجنسي اللي هو الحبة الزرقاء لا فاموز بيلول بلو اللي كنا تنتكلموا عليها. هذيك الحبة الزرقاء خلقت طورة في العلاج ديال العجز الجنسي. دونك الميكانيزم ديالها ملي تناخذوها كتؤدي الى الانفتاح ديال هذوك العروق ديال القضيب، دونك كيولي يعمر بالدم، دونك كيوقع الانتصاب مزيان. كانت هذه الحبه فيها الامور غاديه مزيان. دونك المشكل اللي تنشوفوا الان هو حاجه اللي بغيت نذكرها بان هذه الحبه راه ما تتخادش عند جميع الناس. كاين شي ناس اللي ما يمكنش نعطوها لهم، خاصه مرضى القلب. هذه مساله. حاجه اخرى اللي خصنا نعرفوها وتلقاوها حاجه كارثيه اللي في بلادنا تلقاوها، هي هذيك الحبه تتخدم غير اوردونونس من غير وصفه طبيه،
والأخطر من هذا أنها كتجي من الخارج معناتها من دول أخرى دونك تيستعملها المواطن المغربي بدون وصفات. دونك هنا كنت نركزوا على التأثيرات اللي يمكن تقع على هذه المسألة. دونك هذه الحبة الزرقاء فعالة ولكن خصها تخاد بوصفة طبية مع طبيب اختصاصي من المسالك البولية أو طبيب عام، ما تتخادش هكاك داكوغ. ليفولوسيون امونتري كو بشويه بشويه بالوقت ولينا دوفون، ولينا قدام جوج ديال الانواع ديال المرضى. ولينا كاينين واحد النوع ديال المرضى اللي ما يمكنش نعطيوهم الحبه الزرقاء هما مرضى القلب، وكاين واحد النوع ديال المرضى اللي كانت ياخذ الحبه الزرقاء واحد الوقت وكانت فعاله ومن بعد ما بقي كتدير حتى مفعول. دونك بحال كاينه اون ريزيستونس، هذوك العريقات ديال القاضي ما بقاوش تيتحلوا بالحبه الزرقاء. هنا حنا في مشكل مع انه هاد المرضى اش غنديروا اليوم. كانوا وصلوا ل 2010 في اوروبا في الولايات المتحده تكتشف العلاج الجراحي اللي هو علاج ديال اخر فرصه اللي تيتسمى لا بروتيز بينيان او دعامه الانتصاب. هاد العلاج دخلناه لبلادنا في 2018 فهمتيني، هو علاج فعال كما كنفهموه، هو علاج عمليه جراحيه اللي كدوم ساعه كتدار في بنج موضعي للمريض كيبات ليله في الكلينيك. دونك شنو هو الميكانيزم؟ كيتم الزرع ديال واحد الدعامتين في الداخل ديال القاضي، سيتا ديال في الخارج معناتها ديال المريض ما تيبان حتى شي حاجه. دونك هاد الدعامتين كيكونوا لداخل ومما يمكن من انتصاب القاضي. هنا كاينين جوج ديال الدعامات، كاين الدعامه المرنه والدعامه الهيدروليكيه. دونك السؤال اللي كيتطرح علاش تعطلنا في بلادنا باش دخلناها؟ لان الدعامه غاليه شويه. دونك مثلا في اوروبا في الولايات المتحده اي لي بريز اون شارج بار لا سيكوريتي سوسيال، هي معناتها في يعوض عليها صندوق الضمان الاجتماعي. دونك من هذا المنبر ديالكم جونا لو سيت انفو كناديو حنا كاطباء اختصاصيين في امراض الدور والكره باش صندوق الضمان الاجتماعي يدعم مرضى العجز الجنسي، لانه مرض كسائر الامراض بحال مرض السرطان بحال مرض الحجر في الكيلي بحال المراره. دونك ما كاينش علاش ما ندعموش هاد المرضى، هذه مساله. دونك حاولنا نقصوا شي انما من التكلفه ديالها. دونك وبتيت ابتي بداو المرضى ديالنا كيستافدوا من هذا العلاج. دونك حاجه اللي بغيت نذكر بها هي هذا العلاج راه فعال. دونك كما قلت تيسالوني المرضى في كونسلطاسيون واش الرغبه الجنسيه كتبدل؟ نو، الرغبه الجنسيه كتبدل ما كتبدلش. واش كتكون هناك القذف بطريقه عاديه؟ بيان سور كيكون القذف بطريقه عاديه، لان القذف هو خروج المني ما عنده حتى علاقه بالقضيب، عنده علاقه بالبروستات. دونك الا كانت البروستات مزيانه دونك القضيب القذف كيكون مزيان. دونك هذا هو اخر علاج كاين في هذه المساله ديال العجز الجنسي. اشنو هما الفئات العمريه اللي كيصيبوا هذا المرض؟ كما غتفهم مساله سهله، باش ما تيكثر الامراض اللي كتسبب العجز الجنسي باش ما لو بيك ديالو كيكبر. دونك من 50 للفوق كما قلت لك، راجل سوغ دو معناتها 50% ديال الرجال من بعد 50 عام راه مصابين بهذا المرض، وواحد على 33% ديال الرجال فهمتني مصابين، 31% ديال الرجال اللي عندهم عمر 40 سنه مصابين بهذا المرض. والسؤال ديالك علاش ممتاز؟ لانه ولينا كنشوفوا نظرا ل نمط الحياه اللي ولا اوكسيدونتاليزي ولا ستريس وهذا، ولينا كنشوفوا ناس اللي 35 36 بدا عندهم هذا المرض. اخطر حاجه في هذا المرض هو لي ريبيركسيون بسيكولوجيك، معناتها المضاعفات البسيكولوجيه، لانه هذا المرض يل ديتروي لي كوبل، كيهرس معناتها الاسر فهمتيني الا بقينا مخبيينو. دونك مع هذا المنبر تنقولوا هذا المرض كما قلت لك راه ديما نديرو في دماغنا بانه كسائر الامراض عنده علاج، والعلاج ديالو فعال. دونك باش ما عالجتينا، باش ما عالجت هذا المرض، باش ما تتفادى معناتها لي كومبليكاسيون ديالو.